مين ولا اخف كهربا. دم في الفرقه عندكم؟ لا في كهربا، في عبد قادر. انت مصيبه برضو. أمين. انا عارفك من دجله، فانا عارف الدماغ دي فيها ايه. لا لا في كهربا وعبد قادر. لا هم كلهم يعني دمهم خفيف، بس دول اكتر يعني، مين اكتر اكتر حد اكتر بقى ناس. بيرهق الشناوي؟ كهربا، كهربا وكندوسي. كندوسي. لا كندوسي بيتعبنا كلنا اصلا. علمتوه المصري ولا لسه؟ لا هو اصلا مصري يعني، ده جاي مصر، ده جاي والله جاي، ده مش من الجزائر خالص، ده من هنا مثلا، مصر القديمة. ولا بيعمل ايه كهربا يقعد كندوسي؟ يقول له انت منين، يقول له انا من مصر القديمة. خلاص ابعدوا عني، انا خلاص مش سايح مش محترف عندكم. انا. لا اي حد يكلمه رجع معاه مشكلة، يبدأ يخش على طول. رجاء شتم من قبل اي حاجه، رجاء شتم يا ابني استهدى بالله. لا مفيش، هو لعيب كويس جدا برضه، لعيب كويس وقدم برضه مستويات كويسه مع النادي الاهلي. طبعا. مين مسك الاعلى؟ كابتن محمد ابو وهاب الله يرحمه. الله يرحمه. اتفرج عليه لغايه دلوقتي؟ اتفرجت عليه كتير جدا، ومعايا فيديوهات على الموبايل اصلا يعني، معايا فيديوهات كتير على جدا الموبايل على الموبايل. يعني الحاجات دي بقى الحاجات اللي انا بحبها بحتفظ بيها، وبقعد اتفرج عليها كتير، كل فتره بقعد اتفرج عليها، بقعد ارجعها كده. عايز بقى اتكلم معاك كده عن يعني ايه لعيبه، هقولهم لك هتقول لي كلمه عن سؤال بكلمه بكلمه يعني عليها. مثلا كهربا الفولت غششتك واحده كده كده. ماشي ماشي. كولر المحبوب، الشناوي قائد، كهربا فولت كده كده، شريف لا طيب، كندوسي مجنون، ده مجنون ده، معلول لا ده لا شخص لطيف جد. طيب محبوب يعني اتحب. منعم برضو كلمة، حد اتحب برضو. دول كلمة. محبوب. محبوب. السلية بمرمطنا. ليه؟ يلا بقى تهزر معانا وتوسوي. طيب وديانج ابو الكباتن ده. تعلم ده مصري كابتن. رسمي ده ده. كابتن ده. ده تعلم مصري رسمي. يا دول كابتن. طاهر. سطلان. عبد القادر. ده القمر ده، في حد زي ده؟ اشيك لعيب في مصر. مروان عطيه. طيب الشحات. شحات ايه ده، مصيبه ده. السلام. السلام شحات السلام. ياسر. طيب برضه تاو. تاو محبوب يعني، شخص حلو ايه، لذيذ كده. كابتن محمود الخطيب. أسطورة ده طبعا، أسطورة. ايه موضوع صورتك مع دينا؟ ما قلبت السوشيال ميديا. اتصورت معاه بعد الحفلة. ما قلتلوش أي حاجة؟ مفيش حوار دار ما بينكم؟ لا هو قلت له يا كابتن، قال لي كريم عامل ايه؟ قلت له ممكن بعد إذنك صورة، قال لي طبعا طبعا. داعم دايما ليكوا، دايما طبعا الفرقة موجود معاكم. طبعا معانا في ظهرنا دايما، وفي التمرينات بيجي على طول يعني، ما بتأخرش عننا سنة، دايما معانا.